السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. اذا في هذا اليوم غادي نخصوا الحديث على الاجازه المهنيه او كما اسمته الوزاره بالاجازه في التربيه. اذا كما تعرفون على ان هناك جوج اجازات، اذا الاجازه الاساسيه اللي هي كتاخذ البكالوريا ديالك وكتمشي كتسجل في الجامعه، يعني بطريقه عاديه، ثم في الشعبه اللي انت باغي تسجل فيها. لكن الوزاره ارتأت على انها باش دير اجازه وتسميها اجازه في التربيه، خصوصا يعني في هذه السنه هي 2018. وهذه الاجازه هذه يعني كيكون التخصص ديالك، تختار التخصص ديالك ثم كتقرا فيه 3 سنوات. اذا كيفكم اللي غادي يقول لي اذا شنو هو الفرق ما بين الاجازه المهنيه والاجازه الاساسيه؟ اذا الفرق يكمن في ان الاجازه الاساسيه كتقرا التخصص ديالك فقط بوحدو، لكن الاجازه المهنيه او الاجازه في التربيه كتقرا التخصص ديالك بالاضافه الى علوم التربيه، الى علوم التربيه. بمعنى اخر ان الاجازه المهنيه كتكون اكثر تخصصا، يعني اكثر اتجاها في اتجاه واحد او لا في يعني منحه واحد اللي هو يعني او لا كونكور واحد اللي يعني بالاساس هو كونكور ديال التعليم. اذا كما كتعرفوا على ان بجوج ديال الاجازات كيدفعوا الى كونكور ديال المباراه ديال التعليم، سواء يعني اجازه اساسيه او اجازه مهنيه. لكن الفرق يكمن في ان الاجازه المهنيه الناس اللي داروا الاجازه المهنيه كتختاروا بطريقه مباشره في ذاك الانتقاء الاولي، عكس الاجازه الاساسيه اللي كيتاخذ الملف ديالهم ثم كيتريطا الى غير ذلك وكيتدرس وكيشوفوا النقاط ديالهم، عاد من بعد كيدوزوا الى المرحله المواليه، عكس كما قلت لكم الاجازه المهنيه. اذا اخوتي اخواتي، بالاضافه الى ان بامكانك انك تكمل يعني من بعد ما تاخذ الاجازه المهنيه تكمل الماستر ديالك، فايضا حتى يعني الاجازه العاديه او كما هي معروف حتى هو بامكانك انك تكمل يعني الماستر ديالك والدكتوراه ديالك فالى غير ذلك. اذا انصحكم الناس اللي يعني باغا تخدم مباشره يعني مما تاخذ الاجازه ديالها، فانصحوها على انها تمشي دير هذه الاجازه المهنيه او الاجازه في التربيه. اذا الان دابا غادي نعطيكم بعض الجامعات اللي طالبه يعني او اللي فاتحه اجازات مهنيه كثار، كجامعه محمد الخامس بمدينه الرباط. اذا هذه الجامعه هذه فاتحه في وجه اللي حملت يعني الباك تخصص التعليم الابتدائي وتخصصات التعليم الثانوي. اذا الاجازه المهنيه او التخصصات اللي كاينه بامكانك انك تمشي يعني للتعليم الثانوي او تمشي للتعليم الابتدائي. التعليم الابتدائي طبعا على كل جامعه وشنو يعني الشروط اللي دايره. التعليم الابتدائي فيه جميع يعني البكالوريات، سواء يعني ادبيه او علميه، بامكانك انك تدفع يعني للتعليم الابتدائي طبعا الا كنتي متفوق في اللغه الفرنسيه والمواد العلميه. اما المواد الثانويه فطبعا راه ما يمكنش واحد يكون عنده يعني القاري الشعب يعني الايكونومي ولا غير ذلك فيمشي يدفع يعني اللغه العربيه او التربيه الاسلاميه. اذا حسب التخصصات. اذا انتم الا كانت عندكم البكالوريا علميه وشفتوا راسكم بانكم مزيان يعني في تخصص معين مثلا في المات في الرياضيات، فبامكانكم انكم تمشيو ديروا هذا التخصص ديال الرياضيات، او شفتوا راسكم مثلا في الفيزياء بامكانكم انكم ديروا يعني التخصص ديال الفيزياء، او ان يعني الناس ديال الادب شافوا راسهم مثلا في اللغه العربيه مزيان فبامكانهم انهم يمشيو يديروا التخصص ديال اللغه العربيه، اي اجازه مهنيه في اللغه العربيه. طبعا اذا غنعطيكم اخر اجل تسجيل في الجامعه ديال محمد الخامس، طبعا 19 اجازه للتربيه طبعا موزعه عبر الشعب، سواء الشعب العلميه والشعب الادبيه طبعا يعني ابتدائي وثانوي. اذا في عده مؤسسات تابعه للجامعه. اذا الترشيح فقط عبر الانترنت قبل 6/9/2018، اذا 6/9/2018 اخر اجل للتسجيل.
طبعا الملف كيدوز ديالكم عبر مراحل يعني عده. اذا غادي يكون اخر اجل كما قلت لكم هو 6/9/2018 غادي تم يعني الدراسه ديال الملف والاعلان عن النتائج الخاصه بالانتقال الاولي ما من بين من 6 إلى 10 يعني شهر 9/2018. اما يعني الاجتياز المقابله الشفويه اذا فيها الشفوي ما فيهاش الكتابي. اذا لاحظوا معايا ما فيهاش الكتابي وانما فيها الشفوي. يعني المساله بالنسبه لكم يعني مساله مزيانه ها وبزاف كاع. اذا الاختيار يعني اختيار او عفوا الاجتياز المقابله الشفويه من بين ما بين 11 إلى 20 شهر 9/2018. اما يعني الاعلان النتائج النهائيه فغادي يكون ما بين 21 إلى 23 شهر 9/2018. اما يعني الانطلاق بالدراسه غادي يكون نهار 24 شهر تنبير 2018 اي 24 شهر 9/2018. هذا فيما يخص يعني الجامعه ديال محمد الخامس بالرباط اللي فتحتها 19 اجازه مهنيه. غادي ندوز مباشره الى الاجازه المهنيه اللي فتحها جامعه ابن طفيل اللي في القنيطره بالقنيطره عفوا. اذا جامعه ابن طفيل فتح مباراه ولوج مسلك الاجازه في التربيه برسم 2018/2019 لحاملات الباك تخصص التعليم الابتدائي وتخصصات التعليم الثانوي. الترشيح فقط عبر الانترنت قبل 10/9/2018. اذا قبل 10/9/2018 طبعا 11 اجازه كما قلت لكم. اذا موزع 11 اجازه في يعني في علوم التربيه اللي مفتوحه في جامعه ابن طفيل موزعه ما بين الشعب الادبيه والشعب العلميه يعني وطبعا فيها الابتدائي وفيها الثانوي. اذا ما عليكم انتم الا تدخلوا لهذه الجامعات هذو ثم غتسجلوا غتلقاو الاعلان في هذا يعني الموقع ديال الجامعه ثم تسجلوا في الموقع ديال يعني المخصص لهذه الاجازه المهنيه. غادي ندوز لكم مباشره الى اجازه مهنيه اخرى وهي المدرسه العليا للاساتذه بمكناس. ايضا هي المدرسه العليا بمكناس فاتحه الاجازه ديال التربيه. اذا الاجازه ديال فتح الاجازه المهنيه مستوى البكالوريا. اذا هذه جامعه مكناس مفتوحه في وجه ديال يعني الحامله يعني اللي واخدين الدوك ديالهم ويعني اللي واخدين الباك وبغاو يديروا هذه الاجازه المهنيه هذه. انا عطيكم يعني الشروط. اذا الاجازه المهنيه في مستوى البكالوريا ثم باقي الاجازات المهنيه مستوى الدوك. بمعنى اخر الا كنتي واخد الدوك ديالك يعني الدوك هو عامين في الجامعه. الا كنتي واخد الدوك ديالك في الفلسفه او لا يعني طبعا على حسب المسالك اللي طالبه هذه الجامعه هذه. الا دخلتوا الجامعه ديال مكناس غتلقاو يعني التخصصات اللي طالبه. طبعا ما يمكنليش نقول لكم انا لانني الا قلت خصني نقول يعني في الجامعات كلها طبعا. واللي بغى انني نعطي يعني التخصصات اللي طالبه الجامعه فمرحبا ما كاين حتى مشكل. اذا اخر اجل للتسجيل يعني في الجامعه ديال مكناس هو 31/8/2018. اذا فقط الترشيح عبر الانترنت اذا ندوز الى جامعه اخرى وهي المدرسه العليا للاساتذه بمدينه تطوان. اذا مباراه سلك الاجازه في التربيه للحاصلين على شهاده البكالوريا تم تمديد الترشيح عبر الانترنت مفتوح لغايه 10/9/2018. ليس هناك اي توزيع او توزيع عفوا جغرافي. بمعنى اخر الا كنتي مثلا انت كتقرا في مدينه الرباط او لا مدينه الرشيديه وبغيتي مثلا انك تدفع لهذه الاجازه المهنيه في تطوان فمرحبا بك يعني في هذه الاجازه المهنيه. طبعا الاجازه كما قلت لكم يعني موزعه ما بين الشعب يعني العلميه والشعب الادبيه ثم يعني في الابتدائي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. اذا في التعليم الابتدائي جميع الشعب ومسالك البكالوريا اذا مفتوحه تقريبا 200 عدد المقاعد هو 200 مقعد. اذا حقيقه
عدد المقاعد يعني كثيرة. إذن غندوز إلى آخر جامعة وهي جامعة القاضي عيال، مدرسة العليا للأساتذة بمراكش. إذن أصحاب الباك مباراة الإجازة في التربية، إذن فيها الابتدائي وفيها الثانوي، فيها الابتدائي وفيها الثانوي. إذن آخر أجل التسجيل في هذه الجامعة هو تسجيل عفوا عبر الموقع اللي منحاه الجامعة هو 30 شهر 8 2018. إذن إلى حدود الآن غادي نكون أنني سوفيت يعني جميع النقط اللي أنا كانت مدرجة في هذه يعني الحلقة. إذن إلى كان شي تساؤل فخليه لي في التعليق، وطبعا فأنا راه الإشارة ديال الجامع. إذن خوتي خوتي ما تنسوا أنكم تبارتاجيو الفيديو مع زملاء ديالكم، ثم أنكم تدزوا تحت بركولة زر صابوني، ثم تفعلوا الجرس. إذن إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.